في نوعين من المصريين اللي موجودين في الخارج، النوع اللي موجود في الخليج وهم من اهلنا طبعا، انما يعني عدد كبير منهم 75% من المغتربين. انا اقصد ان عدد كبير حتى من اللي موجودين في الخليج هم من العماله البسيطه، لو بنتكلم عن عماله مثلا بشكل يومي او عماله بسيطه، فممكن يفكروا يقولوا طب احنا هنحول عن طريق البنوك المصريه 200 دولار، طب ما لو فرقت 200 ولا 300 جنيه ما هو اهلنا اولى بيهم. مزبوط. لان احنا متغربين وسايبين ولادنا وسايبين بيوتنا. صح. وسايبين اهالينا الكبار في السن ما بنرعاهمش، طب ما هو ال 200 ولا 300 جنيه دول انا عيلتي اولى بيهم. صح، معاكي حق. عشان كده احنا بنقول ايه للمسؤولين بقى، احنا عايزين شويه نسهل عمليه التحويلات عن طريق البنوك، توفير اماكن للتحويلات. وزي ما انت حضرتك بتقولي هم بيشتغلوا على الفئه دي، يعني لما اقول لاي حد بره مرتاح شويه ماديا، معلش انزل دلوقتي حول 200 دولار، في ناس كتير جدا ومن يعني من ولادي اللي كانوا بيشتغلوا معايا بيقولوا لنا لا ده احنا هنحول راتبنا كامل مش ال 200 دولار. يعني حضرتك بتستهدفي طبقه معينه من المصريين، كل واحد اللي يقدر. وكمان توعيه للطبقه اللي حضرتك بتقولي عليها. من الناحيه الاقتصاديه لو حضرتك كنت اتكلمتي مع اقتصاديين، هل ممكن ان يتم تحويل بسعر افضل من يعني احنا لما نتكلم عن سودا وبنتكلم عن بنوك وطنيه، لا في فرق مثلا 2 3 جنيه في الدولار الواحد. مزبوط. فهيعمل معاهم مبلغ. هل حضرتك حاولتي مثلا تتكلمي مع حد من الاقتصاديين بحيث ان يبقى في حل وسط ما يخسروش كتير، وفي نفس الوقت ما هو الهدف مش يعني الهدف من الموضوع الحصول على العمله الاجنبيه. طيب احنا لما قلنا مبادره احنا بنقول زي ما تقولي انعاش دلوقتي، ابتدوا فيها مره. انا ما بقولكش الزامي كل شهر روح واخسر 100 ريال او 100 درهم او كده كل شهر. أيوة. انا بقول الانعاش اللي هي حضرتك ذكرتها دلوقتي. صحيح. احنا في موقف حرج، عايزين دلوقتي نضخ الدولار سيوله في البنك المركزي. صح. نعمل حمله للجميع مره واحده، لو اللي موجودين بره مثلا ال 10 مليون اللي موجودين، لو 200 دولار انا بتكلم كحمله تعمل عمليه انتعاش. وزي ما حضرتك بتقولي بقى نبتدي ندرس ونبتدي نقول يا بنوك يا ناس افتحوا كونترات، يا ملحقين تجاريين في السفارات، يبقى في مرونه في التعامل. يعني ليه الناس بتتعامل مع السوق السوداء او بتتعامل مع الصرافات؟ لان في دايما بس لازم سهوله يبقى في وعي كمان. لازم يبقى في وعي على عيني وعلى راسي. العماله البسيطه اللي حضرتك بتتكلمي عليها، بس ما تودوش البلد في داهيه وتستمعوا او تنساقوا لحد يجي لحد عندك ليه اغراض مضره بالبلد، وحضرتك شايفه الحرب جامده جدا على البلد من بره ومن جوه، وشغلهم كله بره على فكره. عارفين ازاي يتحركوا، عارفين ازاي يتخفوا، وعارفين ازاي زي ما بيحصل.